اني ادفايس بليز خويا، الا بغيتي تشري ماك بوك تيخصك اول حاجه تشوف لي سيكل دو ريشارج، لي سيكل تشارج، اسمح لي لي سيكل تشارج. الا بغيتي طيح في الهمزه بي سي نقي او ماك، اسمح لي ما تنقولوش بي سي نقولو ماك، ماك نقي خاصو ما يكونش فايت 200 سيكل تشارج. الا كان في ما فايتش 200 سيكل تشارج بي سي راه نقي. هذا واحد. هذه هي النقطه المهمه اللي كتشوف، لان الماك كيجيب كونفيغوراسيون كله يعني باين للاثمنه، ما عندكش فين سميتو. غير واحد الحاجه الا بغيتي تشري بون اوكازيون، حاول انك ترد البال انه ما يكونش محلول. دابا مثلا عندنا حنا هذا الماك بوك برو، هذا 2017، علاش غيتحل هذا الماك؟ ما عندو علاش يتحل، تكونوا واضحين، ما عندوش علاش يتحل. علاش غيتحل؟ لاصقه فيه، لاصق فيه الديسك دور ديالو، الاس اس دي لاصقه، لاصقه مع لارام، ولاصقه الميموار ديالو. دابا بحال هذا الاشاره، هادشي راه ما كيتزادش ليه لارام والاس اس دي، الديسك دور ما كيتزادش، يعني ما هو ماشي ديسك دور، المهم الاس اس دي ما كتزادش. يعني هادشي اللي كتشري راه كتشري بكونفيغوراسيون تبقى معاك حياتك كامله. يعني هذا ما عندوش علاش يتحل، لقيتيه محلول ولا شي حاجه، عارف اخويا راه كان فيه شي مشكل كارت جرافيك ولا شي بلان. كذلك الجوانب، كتشوف هاد الجوانب، هادو مهمين، كنشوفو هاد الجوانب. هاد الجوانب اخويا خاص يكونوا ما مضغوطين ما والو، حيت هذا كيعني طاح، ايوا لقيتيه طايح ومحلول راه شي حاجه ماشي. بالنسبه لهذا، هاد المصيبه هادي خاص تطيح البال، حيت راه هي غاليه. هذا خاص يكون اوريجينال، ها كي داير اوريجينال، وهذا الاوريجينال. كتلقاي واحد اللعيبة كاليفورنيا، المهم هذا هو الاوريجينال. هاد المصيبة هذا تاني صعيب باش تعرف اوريجينال ولا ماشي اوريجينال، باش نكونو واخا حنا تنضلو نقولو لا خاص تكون فيه هادي ولا هادي. انا جبت واحد مزور خو هذا اوريجينال، هذا داير شي مبقيتش عاقل، المهم شي 1500 درهم، ولا والله ما عقل باش شريتو. المهم راه غالي هاد المصيبة. دابا هاد القضية تا انا بغيتي دابا تشوف الاوريجينال وما تشوف الاوريجينال، انا واحد مزور شتو واخور ما كان فين تفرقو. الكوبية الاولى هاد المصيبة اللي درتي ليه، الكوبية الاولى غتخرج على الماك، لا ما تمشي تشريه من عند ابل، والسلام عليكم. اللي اختاريتي ابل تحمل المسؤولية، يعني شري داكشي اوريجينال باش ما تخرجش عليه. هاو هذا خاصو يكون ديالو، اوريجينال ديالو، وهذا اوريجينال ديالو اخويا، راه ما عنديش باش نعاونك، حيت صراحة ما يمكنش ليك تعرف. اللهم لك البياع، كان شي واحد اللي كيبيع بالصدق راه تيقول لك هذيك كوبيه برومي كوبيه. اما هذاك الشيء داك الكوبيه البرو داك اللي تيكون النسخه الاولى صعيب تفرق، صعيب. وانا دوزت واحد، بحال مثلا تقدر تلقى الماك غير قوي البات، مثلا تلقى الماك قديم وكلا صاوب داك الشارجور هاك تيجي راه باين مشري ليه، راه ما غادي خصو يكون هذا. شوف غير الماك هذا داز عليه شهرين، ها هو موسخ، شتيه موسخ. دابا تنوريو طنصه باش يدير هذا، هو المشكل. ها انت دابا شتي هذا راه موسخ شويه، وانت كيجيو داك الماك نقي، هذا نقي باش عاد باش يدير. ايوا هادشي اللي كان. المهم اخوات تبارك الله عليكم، كنت سعيد جدا نكون معكم في هذا اللايف، هذا نتلاقاو ان شاء الله في لايف قادم باذن الله، ذلكم حين انتم تفهمون.